سلام لا يكل ولا يمل. الفرق الكبيرة في كل عام ترجع إيش؟ أقوى وتنافس. نعم. ما جاب شيء السنة هذه إيش يرجع؟ يا سلام. اللي بعده. يا سلام. يحاول مرة له 20, 25, 30, 40 سنة ويحاول. نحن كذا. لا نكل ولا نمل. وهاني قاعد يقول كلام أبغى أفهم إيش هو. لا لا إن شاء الله بنفوز على أستراليا. إيش يقول إيش يقول؟ سلمان. قلت سلمان الفرج على غفلة. شوف ترى في نقطة معينة وفي نقطة مربع. طيب أنا لا أستاذ يعني خلص. لا في نقطة لو يعني استمتعنا وحنا نأدي المسابقة راح نبدع فيها. صح. لكن لو ركزنا زي أمس الصراحة أنا أحس إننا ما استمتعنا. كان في تنشن. كان في ضغط وكذا ما أحس إننا. تدري سبب الضغط؟ تلعب خارج أرضك. السبب الرئيسي رياض. رياض هيرجع للرياض. انا السبب الرئيسي في الضغط هذا رياض. لو المسابقه هذه بدون رياض كان الدولابين احلى دولابين ووقفوا جنب بعض. انا ارجو من الاستاذ محمد جمال انه يعني يصرف رياض. يصرف رياض فقرته. صرفوا رياض اعطوه مثلا قولوا له روح جيب السحور للشباب. بس اكتشفت شيء في رياض. صرف يعني رياض اكتشفت عنده حاله. صرف رياض وجيب لنا قصيم بدال رياض. يعني انت مسكتني عشان هذه. اي والله خفت فوق. الله يسعدك. لا بس لا خلاص والله تجلس. انا اكتشفت في رياض امس انه عنده حاله مرضيه الله يشفيه يعني يا رب ويعافيه. عنده انحراف بالعين. طبعا فاصل هذا فاصل محش في رياض. ايه خلينا نرجع عليهم نقول له قاعدين نتكلم بس يعني حيوصلوا 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 ما يحتاج. يعني يحب الدواليب المايله يعني هذاك الدولاب لو بس يعني كوعك بالغلط طاح. عجب الدولاب يعني مره اعجب الدولاب. دولاب كذا هو مشكلته رياض لما جاي رجعنا لضمائرنا ما قدرنا نتكلم للامانه. احنا صدق دولابنا فيه مشكله. انا ما ادري دولابنا ما جايب حقه يا زول. دولاب مربط. لا 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 دولابهم مربط. دولابهم كويس صراحه. شوف سبحان الله يا ياسر انت تمثل مثل اللي يقول القدد بعين ام غزال. ترى دولابنا ما يشرى ولا بريال. معليش هو من برا جد اهدى ياسر والله العظيم. انا ما ابغى اقول رايي ياسر. دولابنا من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. ما والله كلها من برا ومن جوا يعلم الله. لا لا والله يا جماعه لا لا دقيقه طيب. والله محمد عباس قال كلام ودحين يرجع يعيد الكلام. دولابنا قلت النظر للماضي. ايوه خلاص خلاص ايش رايكم شباب اليوم. انا مجهز لكم اليوم مجهز لكم فقره. اوبا شوف يا جماعه الخير اذا فاتتكم فقرتي انا مالي صلاح. بس انا وريتكم ما لنا دخل في ركنك اليوم. ايوه لكم عاملوا اللي حبوبتي انا. لا 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 توقف. عاملوا لكم انتوا راسك بيحك أيوه. بالفريون والله يعني. والله للكل حباس. شباب ما اقدر اقعد لوحدي اقعد كذا ركن. ليه 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 احنا كلنا فريق واحد. شخص يا عباس كلنا امس دعمناك في ركنك. نعم. وعملنا كل شيء. كيف تقول لي مالك ايش عملتوا في ركني؟ ايش عملتوا؟ اقول لكم احضروا في ركني تقولوا ما احنا بحاضرين. لا 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 قلنا لنا نجي ركن. قال انتوا تخربوا الاركان. انتوا تجوا دقيقه 45 دقيقه. سمعتني عباس اقول كذا. مشكلتي ما اقدر اقول شيء يا هاني. انت سمعتني طيب. انا سمعتك تقول ما احتاج الشباب على الهواء مشاوره. لا 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 قلت انا جنبك جنبك حرام. انا وش قلت يا ياسر؟ قلت لو حضروا الشباب نص ساعه 20 دقيقه بتروح في تعليقات الشباب والطقطقه. شفت ترى انا منكم لو حضرنا ركن عباس ابى كده طقطقه. لا لا عادي عادي طقطقه يا اخواننا ما أيوة. برنامج انا فقرتي ما كان ركني ما كان طقطقه. ركني كان شوي يعني بطلب منكم طلب جميل يا شباب. ايوه تفضل يا شيخ.